هذه حكومة الثورة، وينبغي أن تكون متسلحة بعقل ثوري وبأساليب ثورية. وطريق الإصلاح أسهل من طريق الثورة، يعني الثورة هي أسوأ طريق للتغيير. نحن في زمن الثورة، الثورة لا ينبغي أن تسمح لأعدائها بأنهم ينتصبوا من جديد. نحن مثلا أسقطنا مشروع قانون تحصين الثورة اللي هو يعزل النظام القديم لمدة 10 سنوات، يعزله عن السياسة. نحن أسقطنا هذا. هذا نداء تونسي، تعاونوا معاه ولا ما تعاونوش؟ نحن نرى في تونس طيرا يحلق في السماء بجناحين، النهضة والنداء. قيس سعيد، هل هو رمز من رموز الثورة؟ لا، ما كان، لم يعرف عنه تاريخ في الثورة، يعني لم يعرف أنه سجن ولا أنه كتب مقالا. ندعم قيسا على رأس السلطة التنفيذية، وندعو الشعب إلى أن ينتخب النهضة باعتبار هذه داخل قوى الثورة.